ليس ببناء الجدران فقط يخلد الإنسان ذكره في الحياة، بناء الإنسان يصنع الشيء نفسه. هناك من نقشوا آثارهم على الحجر، وهناك من نقشوا آثارهم على البشر. بقيت الأحجار أحجاراً، لا ميزة لها سوى أنها قديمة، ولا فضل لبانيها في صمودها، ولا ضمانة لبقائها أمام الزمن. أما بنات البشر فعاشت أجيال تدين لهم وتبني فوق بنائهم، وتردد اسم الباني الأول كلما وضعت لبنة في جيل جديد. فإن أردت الخلود فاعلم أن بناء الإنسان سبيلك الوحيد. ألهم أكبر عدد ممكن من الناس، لأنك تعيش بعدد أعمار من ألهمتهم. انثر بذورك حولك في كل اتجاه قدر ما استطعت، فكل بذرة يوما ما ستصبح شجرة، وبقدر ما تمتد ظلالك في الأرض ستبقى. حينها لن يكون للموت معنى، ستغادر فقط بجسدك، أما أشجارك فستبقى ملء المكان.